حنا افراد العائله ولاد الخاله ديالي ومجرد العائله. كان عندنا واحد السيد في الحي ديالنا صاحب مكتبه هنا في عين الشوق حي الياقوت، كنعرفوه مزيان وكنتعامل معاه شحال من عام هادي محل ثقه. قال لنا ودي كاين واحد السيد صديق ديالي على نصاب راه كيبيع عقود للهجره لاسبانيا وعلى ضمانتي وهادي، راه ما عندكم ليش تخافوا. يعني السيد سميتو نيت جا تلاقينا مع السيد قدام المكتبه على اساس هذاك من المكتبه هو الضامن لهاد العمليه هادي. كان كياخذ معنا لي كوبي ديال الباسبور، لي كوبي ديال لاكارت، واحد الشهاده طبيه كتبت باننا ما مرض ما والو، ومن غير المبالغ في عام وشهرين تقريبا جمع من عندنا شي 22 مليون 220 الف درهم. حنا مجرد افراد ديال العائله ثمانيه الاشخاص. 22 مليون كاين اللي واخد عنده اربعه، كاين اللي واخد ثلاثه، كاين اللي وصل جوج، هذاك الشيء مفرق. في هذيك عام وشهرين تقريبا بقى النوبلوكر كيقول لنا اربعه خمسه شهور غنديكم، راه غتدخلوا القنصليه غنديكم هاد الشهر هاد الشهر هاد الشهر الشهر ديال المماطله ما كاين والو. حنا دازت شهرين ولينا كنطالبوه بشيكات على هذوك الضمانه، خصنا فلوسنا نسميتو. بدا كيجيب لنا شيكات على هذاك الوسيط اللي وراه لينا هذاك صاحب المكتبه المحل، جا منا تقريبا شي خمسه الشيكات هذاك المبلغ مفرقه على مقابل هذوك مقابل هذوك الاموال، خصنا نضمنوا حقنا. حنا ملي كنشوفوا ان الشيك كيجيبوا لهذاك صاحب المكتبه اللي ورينا الضامن العمليه فهمتيني، صافي درنا الثقه. بقات الامور غاده بحال هكاك مده عام وشهرين. كداست اربع شهور الاولى كيقول لنا كل مره كيكذب علينا، غندير لكم محامي في اسبانيا، كل مره كذبه في شكل هاد الشهر مده عام وشهرين. واحد شويه غبر، هو عنده واحد العنوان هنايا واحد في درب الخير المنزل ديال الاب ديالو، هو باش كان كيوهمنا كان كيعرض علينا تماك كان كيعرض علينا هذيك الدار مهجوره، هما كبروا فيها هما هو والاخوان ديالو، ولكن الاب ديالو شاري منزل شحال من عام خاوي هذيك الدار، واستغل الهجر لهذا النصب والاحتيال ديال الهجره. سميتو عرض علينا الماكله، شربنا عنده شي قهوه وهذيك القهوه شاكين فيها ان فيها شي حاجه ماشي هي هذيك. بقات الامور غاده بحال هكاك، حنا تقنا فيه ديك الماكله ودا دوك الشيكات باش تقنا فيه. كان كيقول لنا راه عندي واحد الاخ ديالي كبير كان في فرنسا حتى هو معايا في هذه الخدمه كيدير العقود ديال سميتو ديال العمل. داز عام وشهرين ولينا كنعيطوا ليه ما بقاش كيبات في العنوان ديالو دي هنايا الزرقاء 23 في درب الخير ما بقاش كيبات. كنعيطوا ليه مره يجاو مره ما كيجاوش، واحد شويه كيجاوبنا بشي ارقام هواتف اخرى كيقول لنا انا تشديت حقه في طنجه راه لقاو عندي دي باسبور وقع لي واحد المشكل وانا راه غنحلو غنهبط غنلقى لكم حال غندخلكم قنصليه راني غنجيب لكم. كل مره كيكذب مده تقريبا واحد 40 يوم. واحد شويه توارى على الانظار ما بقاش كاع، كنجيو كنسولوا عليه في السيكتور ديالو ما كاينش ليه اثار نهائيا. مشينا عند عمو عند المحيط ديالو العائله ديالو كنكتشفوا بانه مجرد نصاب ونصاب كبير وقديم في هذه عمليه النصب، وكاين هو الاخ ديالو. الشركه غتبان من بعد حيت دابا الشيكات بقاو عند هذاك الوسيط، حنا ما قلبناش الشيكات، مشينا سولنا عليهم. مني رجعنا للشيكات بدينا نسولو لقينا بانه ديال شركه ديال الاخ ديالو الكبير، هو نصاب رقم واحد منتصف الربعينات يعني ما بين 45 46 47، عنده بشره صفراء كيدير مضاضر، عنده واحد السنان شويه صفرين. الاخ ديالو في الستينات كان مهاجر على ما قالوا لنا المحيط ديالو العائله ديالو في فرنسا، عنده جنسيه فرنسيه هي بشحال هي الباسبور فرنسي بشحال الشركه الوهميه. قالوا لنا بانه راجع ريفوري من فرنسا، وهذا الاخ ديالو غني سميتو يعني ممتلكات كثيره، فيلا شقق كثيره في بلجديه في المعارف في مدن كثيره. والخطير في الامر انه اكتشفنا مع الامن مني عند الامن مشكورين على العمل اللي داروه، تصنتوا الاقوال ديالي وداروا خرجوا داروا معاينه العنوان اللي عطيتهم الملف موضوع في 5 شهر 6 2020 رقم الملف 80 44 31 01 2020. فاش موضوع الملف الناس ديال الامن معامله حسنه كيعاملوني، كنمشي يوميا تقريبا كنسول الامور ديالي، انا كنسول على الشكايات اللي دفعت مؤخرا خمسه الشكايات ما كيرجعوش لولايه الامن. علاش هذا الشيء اللي بغيت نستفسر انا. سامعوا خرجوا داروا معاينه مشكورين داروا معاينه، حضرت انا المعاينه داروا داروا معاينه المحل المكتبه بان السيد هربان هذاك الوسيط ديالهم،
وداروا معاينه لهذاك السكنه ديال الاب ديال هذوك ديال هذوك النصابه بانه فارغ، فهمتيني؟ كاع هذاك المحضر صيفطوه للمحكمه على اساس ان مذكره الاعتقال، حيت لقاو هذاك النصاب رقم واحد عنده صوابق في الحوسيمه وفي قنيطره السرقه نفس الديكور، عنده مشابكه كبيره، احنا ما عرفناش شكون من وراهم، فهمتيني؟ سميتو هذاك الشيء كلشي مشى، وزدنا عليهم شي معطيات اضافيه ديال شركه وهميه لقينا في المحكمه التجاريه كاين المقر ديالها في شارع الجيش الملكي، ومني مشينا لشارع الجيش الملكي لهذاك المقر ما كاينش، المحل فارغ وفي ملكيه واحد الشخص اخر، وهو كان شاريها في 2010 وباعها من وراها، وهذاك اللي شرا من عنده باعها وثاني باع لشخص اخر، يعني ديك الشركه كيتلاعبوا بها وكيتلاعبوا في دفتر الشيكات ديالها من 10/2018 من نهار بدينا في هاد القضيه هذه. المحضر خرج من ولايه الامن في المحكمه فيه شكايات جديده ومعطيات اضافيه ديال ديك الشركه الوهميه. انا كنطالب من القضاء ينصفنا، فهمتيني؟ ينصفنا وهذوك الشكايات يتنظر في الامر ديالهم باش يرجعوا لولايه الامن يتفاعلوا ان شاء الله، باش الناس ديال الامن راه كنمشي عندهم كيشدوا لي الخاطر هذه، باغين يديروا سميتو، باغين يديروا الخدمه ديالهم، مشكورين عليها. الملف راه في المحكمه، كاين تهديدات كنتلقاوها من الاخ ديالو نصاب رقم واحد هربان مده عام وشهرين ما عرفناش المصير ديالو، كنتلقى هذاك السيد لاباس عليه، عنده كات كات، عنده ممتلكات هذه. مؤخرا جاو واحد ولد العائله ديالو شي ولاد دربهم كيهددني، قال لي نطحنك انت وهذوك الافراد ديال العائله ديالك، ما كتعرفنيش انا شنو كنسوى. الا بقيتي متبع هذاك الملف انا راه نصيفط لك شي وحدين اللي يديروا لك عاهه مستديمه اللي يتعدوا عليك، فهمتيني؟ السيد كيهددني، ولا وصلتي سير جري طوالك الا وصلتي شي حاجه هنا حتى، فهمتيني؟ السيد ولينا غير مع الاخ ديال النصاب، هما السارق رقم واحد ما كنعرفوش فين هربان. اخر المعلومات اللي من ولاد دربهم قال لك اودي شحال مره شافوه قبل كورونا كيجيبوا في الكات كات وكيطلعوا مخفي للدار، كيجيبوا في الكات كات وكيطلعوا مستر عليه وعارفوا فين مخبي،